بس يا عمار ناكلو ما هو باش نسمعوك يبدا صوتك واضح للمستمعين. نعرف دونك انا سعيد ومرحبا بكم ومستمعيك ان شاء الله. نورتنا بوجودك، فرحانين برشا بحضورك معنا. ربي ينورك. عايشك اكيد. زاد معنا مدام سيمه اليوسفي، رئيسه كونكت اجري في بيجا. مرحبا بك معنا مدام. مرحبا عايشه، نورتنا بوجودك. هيا باهي، دونك خلينا نبداو معاك سي عمار، نحكي شويه على كونكت اجري، شنو اجواءها، شنو الساعه. ني نحب نقول بالرسمي فرحانه على الاخر اللي اخيرا حصلناك وجيت بحذانا. صحيح حلو، خاطر عملنا دورة في دوز وقبلي بطبيعة الحال في المهرجان. ولكن احنا مش نزيد مناسبة باش نتقربوا للفلاحة في الجهات هذوما باش نفهموها أحسن وأحسن ونشوفوا كيفاش تكون عندنا المجال باش نجموا نفهموها خير باش نجموا نعاونوها خير. وهذا من مشمولاتنا احنا في كونكت أجري. دونك ومع العلم اللي نعتبره لكل جهه، ما فماش حاجه معناها تهبط على ولا قرارات يهبطوا على الجمهوريه كامله، خاطر تونس كهي فيها برشا خصوصيات، لا في المناخ الواحد ولا في نوعيه الفلاحه ولا في العقليات ولا في التعامل مع الفلاحه كهي. دونك لازم كل جهه تفهم الخصوصيات نتاعها باش معناها تكون عندنا نجاعه في المقاربه. واضح جدا. في البدايه خلينا نحكي معاك على واقع الفلاحه وافقها في تونس. تفضل الكلمه لك. موضوع كبير، نقطه كبير مهمه نتصور. جدا ما يحب له اكثر من الوقت اللي سيادتك معناها تتيحوا ولا تنجم اللي تتيحوا لي باش وما ميسا باش نحاولوا نحكوا عليه حتى بإيجاز، وهذاك اش مش يصير أكيد. ميسا ان شاء الله يكون لنا فرص قادمة ونعطوك وقت أكثر. افيك بليزير. دونك هي الفلاحة التونسية كما قلت لك حسب الجهات وحسب المختلفة مختلفة وأنواع وأشكال وتبقى يبقى خلاصتنا احنا في الموضوع انه عندنا فلاحه شاطرين ويفهموا في خدمتهم واحد كل شيء متولاه، ولكن اللي هو ناقص اساسا هو التنظيم. التنظيم نتاع التنظيم على انا مستوى التنظيم في مستوى التعامل الفلاح مع الانفيرونمون الخارجي، مع المحيط، مع المحيط الخارجي نتاعو في البذور، في منين اخوهم وبنو سعر وبن هذا مثلا ديجا كان هو يلم ولا يتلم على المحيط الخارجي نتاعو واللي يعرف كيفاش يتعامل معه، مش خاطره ناقص في الكلام ولا مثلا، ولكن هو ياخذ بذور وياخذ الحاجات اللي حاجته بهم الكل ياخذهم بصفه ادق وباحسن الاسعار. هذا كل يلزم النظام، والنظام هذاك مع الاسف هو مش موجود. وانت موجود لهنا باش تعطينا دي زاستوس كيفاش ياخذوا النظام هذا. يا كو دي زاستوس بيان سور، دي زاستوس مع الاسف زاد كيف عندنا احنا في عقليتنا مش نعاتبه، ولكن هذاك تربينا عليه. اوني ان بو انديفيدواليست، الفلاح الى ان بو كوم سار الى انديفيدواليست هكا منغلق على نفسه. اكزاكتومون. دونك هو الحلول اليوم احنا نقولوا في كونكت اجري الحلول معناها سون كوليكتيف معناها جماعيه. ومع ذاك يوم ده يولي هانديكاب، انه الفلاح منغلق على نفسه يولي هانديكاب، لازم يتفتح على الجيران وكل شيء باش بار اكزومبل بور ميتواليزي لي زاشا، يولي ياخذ بالكميات كبيره مع اصحابه، دونك ياخذ باسعار رمزيه انفان طيبه نقول رمزيه لا، مي يولي هو يتحكم، خاطر قد ما تشري واحد قد ما تنجم تشرط انت. تو اللي صاير هو مش كيما تشري كونتيتي صغيره كيما تشري كونتيتي كبيره. تو تجي تشري كونتيتي كبيره حتى التاجر يجي يحط لك الكرسي يجيب لك قهوه يفرح بيك بطريقته الخاصه. كي تجي مثلا انت تولي كي تطالب معناها فهمت، يولي من غير ما يشعر وتشعر انت مثلا يولي معناها انت تو ني با انتيريسون بور لوي في تجارته، خاطر جاي مش تقلقوا على درشني واحد كل شيء مثلا واعطيني بالكريدي وهاك الحكايات الكل. دونك كي تدخل في منظومه ونظام اخر تولي عندك كمهم وجودك وقوتك في الشراء. وما فماش كان هذاك، هذه معناها سي اون استوس بارمي لي استوس اللي هي طبيعيه جدا معروفه في العالم اجمع، جون اون انفونت ريان سوف كو لازمنا نوعاو بها احنا باش ننتقلوا نغير شويه من المونتاليتي. مش شويه، هو نبدو بشويه، خلينا نبدو بشويه على خاطر كيف تقول باش نغيروا المونتاليتي الكل مستحيل. لا مانيش نحكي على المونتاليتي في مواضيع اخرى، هذه خاطر هذه وراها ربح راه.
دونك اذا كان الفلاح والناس كلها كي تحب الربح بيان سور هو يعيطوا له بالفرنساوي استا مونك ا غاني كيفو ريكوبيري مونك ا غاني مش تربح معناها سي نو با ان بينيفيس سي تا مونك ا غاني كي تشري خير تولي حاجه تكون باش تخرج حقها تولي انت لما الحق يبقى عندك دونك نوع من الربح هذيك مع هذيك مع هذيك طريقة التعامل بالقطرة تكبر الغدرة نكون الفلاح يولي انت معنا اوليو تويك يتبكى خاطر اون بو دير سا يتبكى خاطر مش يبكي يتبكى ومتقلق وواحد كل شيء عندنا الحلول موجودة معناها كان يطبقها مكسر الحلول نعتبروها اللي هي حلول جماعية من بعد فما منظومات كي نتعدوا لحاجة أخرى هذا في الشراء وبعد في البيوز هذا كيف كيف نحكيه على السمسارة ونحكيه ومتلا هو يخرج مثلا سلعته بدينار يقع في السوق بثلاثة آلاف يصير له أحباط أحباط في أحباط في أحباط حتى متى يفشل يرمي ويبطل فمنه ونعرف برشا بالله أحبطلت وباعت وسلمت وما عندهش وفي عقليتنا احنا بتبيع الحال ومتلا معناها اللي مشورته العمل هذاك الاولاد ولا واحد كل شيء متلاقي معنا كومبلكس مع الفلاحه وصل عندنا كومبلكس الاولاد ما يحبوش يدخلوا في المنظومه في مالوغوزمون تلمو سمعوا بالتعب نتاعها وشافوا ابوهم وشافوا امهم وشافوا عمهم انا عندنا كلنا عندنا شكون يخدم في الفلاحه نشوفوا في ديز اكزامبل قدامهم ممكن هو هكا اللي خليهم رافضين ونهار كل يعيطوا ويبكي نهار كل ماهمش فرحانين عندهم الحق ولكن فما قصة لبس به من الحكاية هذه هي في مسؤوليتهم هم واضح جدا في البيع كيفاش ينجم يتصرف الفلاح في البيع كيف كيف في البيع إذا كان عندك احنا نقترحوا أنه في البيع ما يقتصرش الفلاح في كان يبيع لي برودوي فري تاعه لازم ايميدياتمون يدخل في التحويل احنا نسميوها الدرجة الأولى نتاع التحويل اللي هي مثلا هو تحويل نوع من التصبير ينجم يكون تصبير تحويل ينجم يكون ستوكاج ما فيش كما نقولوا احنا كيف صارت العمليه نتاع الفساد وفساد وهبطوا على الدبوات واحد كل شيء هذا معناه فلاحة مع بعضهم باش معناه يصبروا سلعتهم باش حتى يجي سوق ما ينجمش فلاح وحده هو يصبر السلعه لازم ما ينجمش خاطر التكلفه واللي زانستالاسيون كي سون نيسيسير ما ينجمش حمل وحده ريت الشومبر فرود غالية ولو تبدا صغيرة معنى ديما كي يبدو اون جروب ديما خير ديما في علاش قلت لك انا هو الحل الجماعي الحل الجماعي في جميع المستويات معنا سورتو لا فيليغ نتاع اي نوع نتاع سبيكولاسيون تو شوف المشاكل اللي صايرة مثلا المشاكل اللي صايرة في التمور معناها ننجو واحد كل شيء ومازالوا قاعدين يغرسوا تتصور معنا حتى فيزيون حتى واحد معنا انا اون مي فونت معنا مش قادرين نبيعوا نسوقوا معناش معنا اون ديناميك اون اغريسيفيتي ديناميك معنا ايكونوميك اي كوميرسيال على الاسواق العالميه ما فرضناش دي لابيل تونيزيان صحيح هما موجودين مي تبقى اسواق معنا نعيطولهم تقليديه يعني تو لازم نغزو العالم معنا نحلوا الاسواق وشكون باش يخدم الخدمه هذه كان عمل جماعي اذا كان ناخذ التمور كمثال اللي قائم بالحكايه هذه هما شركات ولاو انترميديير بين الفلاحه بين المنتجي والجهات كما نقول قبل يدوز كبس اللي ينجو في التمور اكسترا وفما شركات هي ولات تتحكم في الاسواق وتتحكم في الاسواق كما تعتبر هي تو احنا لي شوز سو نيغوسي في الجنينات في الواحات واحد ابوبري اوجوردي باغ اكزومبل سيت اني سي انتر 3 4 دينار كي تشوف انت من بعد تشوف يهبطوا لك التصويره يركبك احباط يهبطوا لك التصويره مثلا معناها يتباع باضعاف السوم هذاك على الاكسبور تي تو بوز دي كيستيون تقول بون سي نورمال يركبك احباط ولكن العمل الجماعي شنو نورمال حتى الفلاح يسلم معنا مش يسلم ايميديات ما هو الفلاح اش عندك فيه حاجه خارقه العاده صبور ياسر ياسر وترتن على كهله معنا على صحته على برشا حاجات معنا قوم من بكري فما حاجه تري سبيسيال عند الفلاح اللي ما توجدهاش في حتى بلاصه عنده احنا فما الناس يقولوا التضحيه هي لا هي هذيك روحه معناها الفلاح دونك ما موش معتبر اللي هو تعب وشاقي نتاعها
يقلق كمام كي يبدا التعب وشاقي تعب هذاك يولي يضر له تعب خاطر ما يلقاش المرادف نتاعو ماليا ولا اقتصاديا نتاعو يتقلق. كان يلقى المرادف ماليا نتصور تعب تعب نوع من الراحه معناها ينجم يبقى نهارين كي يدخل الفلوس ينجم يبقى نهارين ما يرقدش وما يعيش. واضح جدا. خليني نوجه نفس السؤال للمدام سيمة، لو تعطينا فكره على واقع الفلاحه وافاقها في ولايه بيجا. الفلاحه في بيجا بصفه عامه متطور اكثر شويه. حاليا فما مجمع قاعده تخدم وتلم بعضها مجموعات كما عندنا مجمع نعطيك مثال صغير، مجمع نتاع تربيه الماشيه للشمال الغربي، مجموعة عمل فلاحة على بعضهم وبدأوا يخدموا على تطوير الراس، على العلفة نتاعهم، شارين العلفة نتاعهم اللي هذين نحن في الجنوب زادا نتمنوا انه هو يكون موجود. الحاجة الاخرى زادا الشباب اللي في ولاية بيجا قابل انه هو ينزل الارض ويخدم الارض، عندنا نسبة كبيرة من الشباب محبين للفلاحة، وهذه الروح التجديد الجديدة اللي احنا دخلنا فيها وكونكت كذا كونكت بيجا ولا كونكت جندوبة ولا الكيف ولا بنزار قاعدين نخدموا على الحاجة هذه، ان احنا نربط تكون فما علاقة ما بين ربط العلاقة ما بين الفلاح والمحول. والفلاح يكونوا في مجموعات خاطر كيش تقع كمية التحويل نتاع المنتوج الماتير بروميير المنتوج المحلي يكون عنده كمية كافية للسوق الداخلية، والكمية هذيك هي اللي تفرض روح حتى في الثمن ولا في الكاليتي وكونتيتي. هذا هو نتصور انا في الشمال الشباب مقبلين على الفلاحه اكثر مني في الجنوب، في الجنوب نشوفه اقبال ضعيف، مش الشباب الكل تلقاه قابل انه باش يخدم الفلاحه كما ذكرت انت سي عمار، يشوفوها تعب كبير بار كونتر معناها الربح نتاعها زاد ربح كبير للي يعرف كيفاش يوظفها. وي للي يعرف كيفاش يوظفها، ولكن مش حتى يعرف بركه خاطر المربوطه كلمه يعرف مربوطه بالكميات، خاطر باغ اكزومبل كي تجي مش تحاول، اذا كان واحد عنده مثلا فلاحه تعطيه اون كونتيتي معينه باش تسمح له باش يتعدى الدرجه المواليه اللي هي التحويل، نقولوا التحويل الاولي لا بروميير ترانسفورماسيون، وقت هذاك ينجم يكتفي بنفسه، معناها ما حاجتوش باش يكون في مجموعه. اما مكثر احنا نعرفوا مكثر لي زيكسبلوطاسيون اغريكول نتاعنا في بصفه عامه في الجمهوريه التونسيه معناها معتبرين ضعاف ولا صغار باش معناها يدخل في المرحله نتاع التحويل اللي نحكيو فيها. دونك شنو الحل؟ الحل هو انه يتجمعوا. كي يتجمعوا مع بعضهم تولي عندهم كميه سكون ابل لو سوي كريتيك نتاع التحويل في الكميات، ولو سوي كريتيك هذاك هو يسمح لك باش تدخل على ان بروسيس، خاطر التحويل والماكينات اللي معناها تطلب التحويل يعطونو ان بروسيس. البروسيس هذاك مينيما يتطلب كميه معينه تحت هي تولي خاسر، كي تجي تدخل في الانفستيسمون هذاك تولي خاسر. دونك باش توصل لو سوي كريتيك هذاك مثلا لازم تتجمع الفلاحه اوتور دو لاكتيفيتي هذيك وتولي. نعطيك ان اكزومبل باش نكونوا معنا فاعلين، تاخذ باغ اكزومبل فما شكون ينتج في الطماط في بعض الجهات نتاع تونس في الشمال ولا في الكابون في الوطن القبلي نتاع تونس ولا حتى في جهات في الرقاب في كساري تشوف طماطم فما ايميديتمون. شنو الطماطم؟ الطماطم لازم تحولها، فما اللي يعملها يشيحها، فما يشيحها ويريحيها، خاطر الطماطم كي تشيحها فما اون بريزونتاسيون معناها بروميي شوا يمشي هذاك بروميي شوا، لو دوزيام اي تخوازيام شوا بوتيت لو تخوازيام شوا الاسواق شنو تقبل، هذا ممكن في الطلبيات نتاع الوسق. مي لو تروزيام شوا تنجم تحاولو ديفيرامون، يدخل في الصوص يدخل في لي بودر دو طومات اكسترا، معناها فما بليزيور بروسيسوس. هاك البروسيس هذاك لو بروسيسوس ولا لو بروسيس هذاك لازمو كميات معينه معناها ما فيهاش، وفما المعجون نتاع الطماطم. والكميات هذه شكون يحددها سي عمار؟ يحددها لو برانسيب ايكونوميك، مش انا ولا لو برانسيب ايكونوميك نتاع البروسيس. يقول لك البروسيس هذا يحول كي تشريه كي تو لانستال و تو لو شوازي دابور، انت تختاره حسب الكميات اللي انت عندك نيت مش تحولها. هو يجي معناها مع الاسف مازلنا ما تطورناش للدرجه اللي الصنع نتاع الماكينات هذوما احنا نكونوا، رغم اللي يلزمنا نوصلوا نهار نو زانجينيور اون ان بوكو، هاو عاطل على العمل ودرا شنو، ولكن هما بيدهم
مي يتحطوش مع بعضهم باش يخمولنا باش يوليو نجونا دي بروسيس ابروبريي نتاع فلاح صغار ولا نتاع كميات صغار ولا اكسترا اكسترا. احنا ناخذوا دي بروسيس من البلدان اللي تصنع في لي بروسيس هذوما. دونك تفرض علينا انه احنا ما عندناش لو شوا البروسيس العقل البروسيس اللي معناه يقرب احنا مازلنا ما خلطناش الكميه باش ناخذوا. دونك لازم نجمعوا باش نخلطوا للكميه هذيك باش ناخذوا البروسيس هذاك ونبداو. دونك الطماطم عندك التشيح و وفي لي بروسيس عندك المعجون تاع الطماطم. المعجون تاع الطماطم كان تشوف المعامل الكبار معناها وقت تجي لمصر تاع الطماطم قداش تراكتورات وقداش كمين وقداش ماركات وقداش طماطم خامره للاسف وصف من هنا لغادك. علاش؟ خاطر فما طاقم تاع تحويل زاد وطاقم تاع استيعاب تاع تحويل وين يمشي يخزنوا والخزين تاعهم معناها يقول لك انا نخلي الصف المحلول. دونك شكون يمشي يخلص؟ الفلاح باش يخلي الصف محلول وانا عندي طاقه استيعاب وطاقه الاستيعاب. الماكينه المعمل تلقاه يخدم 24 ساعه معناها 3 بوست فوا 8 ما ينجمش يقدر على اكثر. وكان يجيو يتلموا فلاحه يعملوا تعرف طماطم معجون طماطم تو بو فير على ميزون معناها في قصعه وواحد كل شيء. لو بروسيس اللي تري سامبل تبدا في كل عندك على فكره بيان سور عندي عليه فكره كيفاش نعملوا فكره عندي عليه فكره عندي عليه فكره على برشا حاجات تحويل ميسالش عصينا هكا على الطاير لو بروسيس. احنا في دارنا كنا نعملوا الحكايه دي في دار اللي في بيج نعملوا تو اون لو في اون لو في دون لي ميزون معناها نغليو طماطم ولا نفوروها وبعد نعقموا التبيبز نتاع شو نحطوا فيها كيفاش تعقموها؟ التعقيم تخليه في الماء سخون درجه تحطوا في لي كوكوت فهمت كيما كنا نعقبوا لي بيبرون بكري فوالا اكزاكتومون اسهل حاجه الناس كل تعرف هذا بيان سور. توا ماكينات معناتها تعقم تبيبز معينين خاطر البلوبار احنا مثلا في الشمال الغربي رجعنا نحن تكون عنا عولتنا هي كلمه لازمني نركز عليها على الاخر. العولة نحن تلقاها من الكسكسي نتاعك من البسيسة نتاعك من لي فاريون نتاعك اللي هما سيوي تمليحات بيت المولى نتاع التمليح نتاع الزيتون نتاع البصل. ما تقعدش في كل مرة تمشي تشري كل شيء تحضر العولة عندنا عولة احنا الشتي نتاعنا في بيجا بيرديس دونك مش ديما نحن نخرجوا ونعملوها على كيف ونعملوها على كيف على ذواق صنعي دياتكم صنعي دياتنا معناتها نظافة محلي ماكلتنا فيها ريحه فيها مطعم هذه الحاجه اللي زايده. الطماطم بالذات فيها معناتها فما بوكو دي تكنيك كي يتفور كي نتفور هذاك يتفوح مع فحات معينه معناتها الكليل والزعتر تتحط من لوطه الكليل والزعتر ويتفور تحط طماطم من الفوق دونك الكليل والزعتر الطماطم تتحط كعبه كامله ولا كيفاش؟ لا لا كعبه كامله بعد هي اوتوماتيكمون القشره باش تتنحى ما هي الحاجه الباهي انها تبقى بقشرتها عليه بعد باش تترمى ديريكت في تبيب نتاع زيت. دونك هكاك هذه نجمو نحنا اوتوماتيكمون تخرج وتستعملها معناتها في لي صوص هذه سيت ميثود هذه سيت ميثود فوالا يا باك سلا فما برشا سي كوم دي روسيت فما زاد نشويوها معناتها وقت الميسره نتاع الطماطم راهو يبيعوا فيها ب 400 فرانك 500 فرانك توصل حتى 250 فرانك المعامل وقت ما توفى تكثر عليها الكميه شنو يعملوا؟ يخليوها للفلاح ويقولوا له تصرف الفلاح شنو باش يعمل بها يلزم يعرف يحولها. هذه نحن نحكيو في تحويل نحن حاليا مثلا في لي بيتي مارشي ولا لي مارشي دو كارتي شنو نعمل ناخذ كميه معينه من طماطم وعندها مثلا كيفاه شروط معينه لازمها تكون طماطم طويله وخشي معناتها خشينا شويه مش معبيه برشا ماء باش احنا كي انا باش نشويها هذيك الكميه نتاع المشوى ولا الكمية نتاع التفوير ولا الكمية نتاع التغلية واللي تشويها مش نفسها هي اللي توفرها. لا لا مش نفس الجو تصورها. لا لا مش نفس الجو مش نفس الجو مش نفس الطماطم ومش نفس مش هيش تتحط مش نفس الأطباق الشروط معناها فوالا مش معناها مش ما ديستيني أو ميم بلا كل بلا عنده الميثود نتاع واحدة تحب التفوير واحدة تحب التقليان واحدة تحب الشويان تي فوا سكو جو دير دونك سو كي فا فينيغ أبخي فا سيرفيغ أو بلا للفاح نتاعو للنكه نتاعو سي تان سافوار فير. وكل جهه اون برانسيب كل جهه عندها تو تبارك الله انت سامحني جو تو رونفو ان بو لا بال انت تو في عمرك اكسترا وتشوف الواحد سي سيور راك خلطت على جدتك وامك وواحد كل شيء عندهم دي ميثود نتاع تفوير. خاطر نعرف ان الزرزيس تبارك الله ثريه عندها يخزنوا يعملوا عائلتهم و و و و دونك شاك بي شاك ريجيون ا سي ميثود دو كونسيرفاسيون
اللي هما كان تاخذهم كميثود. سامحني قصيت عليك. كان تاخذهم كميثود tu peux les transposer. تاخذ la méthode elle-même وتعملها artisanal معناها. Ça c'est à la maison. Chaque famille a عند التكنيك. اي عند لا توش نتاعها معناها حتى في الفرح لمستها يرحم والديك. ميرسي. لمستها الخاصة. اي ومن بعد تاخذ لا ميم ريسيت ولا لي ميم لا ميم تكنيك. تعمل لها ان بروسيس انت علاش قلت لك نو انجينيور دواف اونتري دون لو بروسيسوس ويتعاملوا مع الفلاح واحنا في كونكت اجري داخلين في في ديجا باش نجيك باش تحكينا على برنامج ميسالش خلي نواصلوا مع مدام سيمة وصلت دونك على الطماطم ابار لي ريسيت نتاع الطماطم احنا برشا منتوجات كل جهه اللي هذه نرجع لها كل جهه وخاصيتها تو مثلا احنا في بيجا معروفه تستور معروفه بالرمان احنا بريسك خرجوا 16 نوع من لي برودوي تبع غله واحده 16 نوع معموله المعرض اللي هو عندنا مهرجان الرومي عندنا مهرجان زيت زيتونه عندنا مهرجان الاجبان والمحافظه على التراث اللي انا من المؤسسين نتاعو دونك هذه الكليكا هو تثمين المنتوج المحلي نتاعنا اللي هو بالاساس جاي من المنبع نتاع الفلاحه كان ما فماش فلاح ما تمهيش باش تكون فما منتوجات محليه أكيد. ماهيش باش تكون فما كميه ما تكونش فيها كاليتي وما فماش كونتيتي كان الفلاحه ماهمش باش يتلموا مع بعضهم خاطر الارتيزان صغير زاد راه ما ينجمش يتاوق معناتها راك ما تخممش في نفسك كفلاح كهوره خمم في المارشي انت في حد ذاتك اللي باش تبيع له كيش تبيع تحب تعطي سومك اللي هو يساعدك يلزمك تكون في مجموعه تساعد غيرك هذي هو اللي يشانج لو بيان كونتر لو بيان فهمت و غانيون فوالا وين وتو ولاو حتى يعملوا شركات اللي هي دي زونتربريز سوسيال سوليدير ان شاء الله في اقرب وقت هبط القانون لكن التفعيل نتاعو لحد الان مازلنا ما ريناهوش اللي هو ينجم يعمل لي بارتناريا بي بي بارتناريا بوبليك بريفي لي بارتناريا هذيا تعاون الفلاح تعاون الارتيزان وتعاون الدوله زاد التسويق نتاعها يكون خير الحاجه الوحيده سمعني تعاون الفلاح اذا كنا نحكيوا على كلام الفلاح بعد ما يتلم وحده لا سي با بوسيبل وتعاون حتى الشاري احنا توك مثلا كي انا نلقى كيلو طماطم سمحني معلم ب 5000 وب 6000 وعلى برا خدمته مراه وحدها في دارها اللي هو 10 كيلو طماطم يطيحوا لها 10 كيلو طماطم يطيحوا لها كيلو والكاليتي خير وابن ونبيعوا بنفس السوم متاكده اني انا البرودوي نتاعي باش تخرج خير من اللي هما معلب وصحي هذا هو احنا مثلا احنا البارح كي حضرنا في المهرجان نتاع البذور كانت فكره جيده جرجيس كنت انا مثلا السبب الجاييني للجنوب الحقيقه فهمت اول مره تجي مدام سيمة اول مره مرحبا بك ان شاء الله مش اخر مره ان شاء الله ديجا ان شاء الله فما هكا دي بروغرام دينا هكا نعملوا في علاقات نعملوا في علاقات انا معنا سطرنا افاق معنا سطرنا افاق معنا مازال بتزورونا ان شاء الله يا لا تو لينا مجبورين عيب عليك باي بالكيف مجبورين بالكيف يا بالهم بالكيف كيفاش كانت زيارتك للمهرجان شنو رايك فيه مهرجان البذور امس ممتع جدا يعطيكم الصحه بصراحه حاجه جديده وحاجه لها ما اكثر ما تكونش جريسه كهو تكون معمه وذا اللي حكينا فيه البارح مع هيئه المهرجان نحن تكون عمامه حتى في تونس العاصمه ما تقفش بركه في الجنوب يلزم تهبط للوسط ويلزمها تمشي للشمال والشمال زاد يتعلم يجي للجنوب ويقع التلاقح ما بين الحضارات اللي احنا نقولوا له التبادل الثقافي والاجتماعي وحتى في الفلاحه وحتى في لي سافوار فيغ هذا الكليكا سامحني السياسات نتاع بلادنا خلتنا مغلقين كل جهه للأسف. مغلقه على روحها وهذا اللي خلينا ديما نخمو في الاكسبور ما نخموش ان احنا نحطوا منتوجنا عنا واحنا بالعكس قادرين ان نتبادلوا التقاليد العادات برشا حاجات واللي هي في صالحنا وما احنا ما نعرفوهمش انا مثلا برشا عادات وتقاليد جيت لنا تعرفت عليهم وبقيت البارح زرنا متحف بن عييت في جربه حتى في الهندسه
فما برش حاجات في الهندسة بقينا معناتها نحلوا ونقارنوا ما بين الطريقة الهندسية طريقة اللباس طريقة الصنع نتاع المنتوج هذه الكليكة طريقة التقسيم تقسيم نتاع الدار كيفاش تعيش فيها معناها كيفاش تتطور فيها وتعيش فيها وين تخزن وين تحط هذيك وين باهي الاكتشاف ما عندك شك هي كل هذه ثقافة معناها ويزم نفتحوا على قبل ما ننظروا نحبوا نمشيوا لفرنسا ونحبوا نمشيوا لرشنيا كيستا كيستا عارف بلادي قبل واحنا اوني تري ريش في الحكايه هذه جو بونس كو تو داكور مع اوني تري تري ريش والحاجه المهمه اكثر اكثر حاجه ان احنا لو سافوار فير عندنا مخزون قديم قديم عند الجديد جدك يقول لك جدتك تقول لك راني كنت نعمل هكا وهكا وهكا خي هما عرفوا يعملوا واحنا الجيل الجديد ما نعرفوش نعملوا بحقنا ناخذ عليهم المشعل هو نورمال مورا نرونو ناخذ عليهم المشعل هذيك الخطوه الاولى وبعد جدو كما هما جدو خاطر هما بينهم جدو خذاو المشعل وجدو كل شيء شو زعما اي سون بلوز انتيليجون كنو لعل لعل افتراء اكيد جدا خلينا نتعداو نحكيوا شويه على برامج رؤيه الكونكت في مجال الفلاحه والله احنا شوف ما كونكت هي سي اون ابروش جلوبال و فما حقيقه نتاع ميدانيه انه كي اذا كان نجي كيما الانسان يمشي للطبيب اذا كان مش تحب تجيب تعطي دواء للانسان مريض وان شاء الله اللي مرضنا الناس كل بان طبيب اول حاجه يعملها هو لو دياغنوستيك سي لو دياغنوستيك اي بيان في هذه الخطوه الاساسيه على شنو بعد شنو مش نعملوا شنو لي سوليوشن باش نجيبوهم للمرض هذاك من بعد لي سوليوشن سواء يا دي سوليوشن اورجونت بيبياتيك انتيبوتيك اتيك زراقه اتيك طلعت سخانه كذا واحد كل شيء وفما سكون ابل لي سوليوشن اليوم على لون تيرم حتى لين تولي حاجه وقائيه معناها باش معاش اون طوم مالاد على الحاجه هذيك ايبان في الفلاحه سي باغي فما عنا لو دياغنوستيك شو يقول لنا اليوم يقول لنا اللي معناها نو زافون ديكسبلاسيون هذه نحكي لك انا بصفه عامه ولكن ديما نغارد في بالنا اللي راهو نحكيو ما ندخلوش في التو كل جهه عندها الخصوصيه نتاعها ولكن نظره شامله واحد كل شيء نقولوا اللي الفلاحه نتاعنا معنا اشكال هو كبير ياسر اللي في تشتت الاراضي على طريق الوراثه والواحد مثلا اللي يخلي الحكايه هذه تعمل ضد المبدا انه احنا لازم نجتمع ولازم نتلموا تشتت ولا معناها الحقيقه الامر هذيك تخلي قالوا الاراضي قاعده تشتت دونك ماشيه في الاتجاه المعاكس للشيء اللي كنا نحكيوا فيه قبل وشنو هو الحل؟ الحل انا الاقتراح خاطر احنا عندنا مازلت العقليه معناها مغروسه فينا بالكدا بالكدا انه نقولوها ديما نقولوا على ريحة بابا اي على ريحة بوك مو زاد فما انا ريحة ريت عائلة على ريحة بوها قصوا برنوس قصوا على اربعة قالوا على ريحة بابا ولا معش برنوس كل واحد اخذ ربعه قصوا تك 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 على ريحة بابا ما تفهموش مع بعضهم باش برنوس يقول كلهم يحبوا على ريحة بوهم حتى قصوا يبا ريت لو ريزولتا هذاك اكزاكت ما هو اللي قاعد يصير في الفلاح على ريحة بابا على في الجنوب ما غير ما نذكر الجهة معنا نخلة ورثينا 16 واحد نخل واحد ورثينا 16 واحد حتى حد ما يحب يصرف عليها ولكن كلهم يحب يأكلوا الغلة متاعها ما فهمناش كيفاش اشكال كبير ما عندك شك دونك الحل اللي معناها تو نتوجدوه يزمنا نفكروا فيه والفلاحة إذا كان مرحبا بهم يسمعوا فينا واللي على يتعاطى ولا من قريب ولا من بعيد المجال الفلاحي يزمنا الفلاحة ردوها فلاحة اقتصادية ما عادش نبي ناغريكولتور سوسيال يزم عندنا كي ندخل احنا في البرانسيب نتاع الفلاحة الاقتصادية برشا حاجات ديجا تتبدل في عقولات وكيفاش مثلا تتلقى قطعة ضايعة معينة ما تتقسمش من الولاد تخلق شركة اللي هم كلهم شاركين فيها مثال سا سي اون بوسيبيتي بارمي دوتر الكل يتشاركوا فيها على سبيل المثال نجموا نفكروا كل في الاتجاه هذا نجموا نفكروا الفائده انه عندنا اتجاه واضح انه لازم نلموا بعضنا دون ما نغدو نوت كيما قلنا ما نجمش الواحد يخدم وحده امبوسيبل في كل شيء احنا وقت اللي بكري العائله الكبيره وقت اللي واحد يجي يعمل صب عائله الجيران يصبوا صب وقت اللي يجي وقت العولة يتلموا باش يعملوا عولة ما فماش واحد ينجم يعمل وحده
انا عندي عندي نبدا عندي في الدار زوز غريبل، زوز انواع نتاع غريبل، وجارتي عندها زوز انواع اخرين تاع غريبل واحد وذا. وقت اللي نتلموا باش نعملوا عول الناس تكون تجيب غريبلها ويتلموا البلاصه ونحتفلوا بهذاك. ما عادش عندنا بكري ديجا حد تعب ما تحسش كي تبدا اون جروب. ما عندك شك دابا اون جروب، وفما زيارات معناها افكار مختلفه زاد اراء مختلفه، ويحكيوا اول لقيت الحاجه ويحكيوا على السوق كما تويك واحد يمشي للسوق يحكي على اش فما واش ما فماش والاخبار، خاطر ما يقراوش الجرايد بكري، وحتى الراديو ما كانش موجود، في كان موجود بعض العائلات وين تلقى وين يتبدلوا في السوق. ونساء معناها في الحمام، ولا اذا كان عندهم مجالات اخرى مثلا وقت اللمه نتاعهم في العراس في وين ينجموا يتلموا وقت هذاك الحديث. داير انا فما كلمه تعجبني، يبداو يتحدثوا من بعد تلاقي يجوا هيا عسل في الامان ومرحبا تاعي، فما حديث سقيفه اليوم بعد ساعات اطول من الحديث نتاع دونك هذوما المجالات اللي معناها فيهم اللمه وفيهم الواحد باش يتبادلوا دي تكنيك، يتبادلوا دي حتى الفلاح لازمهم يعملوا هيك، حتى الفلاح لازم تكون عندهم الحكايه هذيا. احنا تويكا اون بارل دو فورماسيون، اون بارل دو فولغاريزاسيون. بتصور اللي الفلاحه في امثل حاجه للفورماسيون جوستومون، هي قاعده تويكا قاعده في اطار منغلق شويه معناها فهمت، وين با توجور لا بون سورس، وين با توجور لا بون ديسپونيبيليتي لا بون سورس دو تاع الفولغاريزاسيون تاع لي فورماسيون، وما عندهمش استعداد. وطارت ما عندهم مازال ما عملتوا من قبل فورماسيون سي عمار؟ اي. وكيفاش كان الحضور؟ والله بون احنا اللي خدمناه توا اساسا معناها في للاسف في الوسط وفي الشمال، ماذا بينا احنا لي ميثود هذوما. كيفاش حسيت تفاعل معاكم في الفورماسيون اللي عملتوا؟ شوف انت ولا كاليتي دو لا فورماسيون، اعطينا فكره. نعطيك فكرة شنو على لي فورماسيون اللي عملتوهم ديجا في برشا مجالات، مي كل جهة والمجال نتاعها. ما نجمش نجي نعمل فورماسيون نتاع قمح في جهة كندية، ولو فما شوية فما الناس يتعطاو لشيء في المساحات السقوية وكذا كذا، ولكن تمشي في جهة الناس معناها هذاك المجال نتاعهم هذاك واحد شيء. معناها احنا دخلنا في الأمور مثلا مع بعض الفلاحة ولات مستوى نتاع فورماسيون سيانتيفيك scientifique avec des chercheurs avec femme de وهذا نخدموا به احنا في كونكت اجري. ولكن كي تاخذ انسان معناه مازالك في البدو نتاعو، لازم كل بيبي تاخذه من يده وتمشي به حتى يرتقي الواحد وتوصل مرحله معينه، ما عادش ينجم يزيد يرتقي على خاطر كيما ايكيب تاع فوت تي فورم ان جوور، ولكن بعد لازم هو بيدو يسوا فورمي ا ترافاي اون ايكيب بور فير اون ايكيب كي غاني سي كوم سا مكي. فهمت دونك فما مراحل، والفورماتور واللي مش يعمل فورماسيون واعي معناها كلكان كي سو ريسبكت معناها وفي الميدان واعي بالحكايات هذوما، لازم يكون واعي مش معناها هكاك اعتباطي معناها باش معناها لو ميساج يوصل في حقه وباش ينفع في الفلاح في حقه اكسترا اكسترا. واضح باش نزيد كلمه، نحن في لي فورماسيون تاع كونيكت اجري الحاجه المهمه وانا واحده منهم معناتها ملي تمتعت باللي فورماسيون هذيا، لي فورماسيون مختصه بالجهه، معناتها كل جهه عندها خاصيه انواع لي فورماسيون اللي هي لازمتها والشروط نتاع لي فورماسيون، وما هيش تيوريك برك، تيوريك وبراتيك هذا البلوس اللي موجود في كونيكت. وتقع تصور انت حتى فما وقت من الاوقات بقين برشا نقاش مع سي عمار في الحكايه هذه، كيفاه لي فورماسيون يلزمها تمس حتى من شخصيه الفلاح باش يطور روحه، خاطر فما فلاحه عندهم قدرات كبيره لكن بخلاء على انفسهم. سي عمار خلي في لي فورماسيون يزيو من لي فورماسيون تكنيك، هي تنطوروا من لي فورماسيون بيرسونيل ومن لي فورماسيون تكنيك، ساعات عنده لو سافوار فير، مي طونك شخصيته ما تفرضش عليه انه يطور روحه باش يبقى في السافوار فيغ الصغير نتاعو، حتى نعطيه المعلومه ماهوش باش يقبلها. هذه اللي هي حاجه من لي فورماسيون اللي هي في كونيكت اغري قاعدين نخدموا عليها. ومثلا في الشمال، احنا في الشمال مانيش منغل معناتها حاليا بدينا نخدموا في رؤيه جديده لانغليق لي، نجم نخدم مع كونيكت اغري بيجت، نجم تخدم مع كونيكت اغري بنزرت، نجم تخدم مع كونيكت اغري الكيف، فما ان بروغرام في كونيكت جندوبة كونيكت اغري جندوبة نجمو نحنا الكلنا نكونوا معاها، لخاطر كان انت وحدك باش تخدم ما تنجمش. اكيد ريت فتنا المجال الواحد تعدينا لدرجه اخرى معناها ولات ولايات وجهات تخدم بعضها.
Ça, c'est معناها c'est une nouvelle dimension, une nouvelle vision معناها de la pratique de l'agriculture. باهي تشارك وتعاون كيما نقولوا ايد واحده ما تصفقش. صحيح. شوف مثلا انا نعطيك ان اكزامبل وسامحني tu peux en parler toi-même mais على حكايه شنو لاحظت par exemple في الشمال يقولوا احنا الشمال مضطهدين وناقصين و و و تجي الجنوب تلقى نفس الشيء دونك هو تونس كل معناها ناقصه حاجه وناقصه حاجات ولكن كما احنا منغلقين يظل يتشطرني في الراي كنا نعتبروا لي كيف ما كان جهتنا معناها ناقصه احنا مظلومين واحنا بتبعتنا عندنا شويه بكاره زيد فقط الانانيه موجوده فينا لكن ما حاولناش نطوروا من احنا نحلوا البيبان ونشوفوا شنو كان مش كان انت فما ناس اخرين غيرك انت هذه اللي هما الحاجه اللي تزرعت فينا واضح زرعت فينا وهذه لازمنا نحن نحيوها هذه البذرة الخايبة وسمحني في الكلمة لجان لجان يتحلوا معنا لشيء أخرى وتوسعوا فوقهم تحم ليزيتوديون زادا خدمنا على الحكاية هذه برشا خدمنا نحن كفاية ليزيتوديون يزمهم يكونوا زادا يهرب معناتها راهو القراية مهيش كل شيء راهو فما حاجة اسمها travail de terrain travail de terrain راه هو اللي يعطيك الرؤيه سواء سهله سواء صعيبه سواء فما دي تكنيك سواء اللي انت تخدم فيه صحيح ولا لا لي توا لي ستوديون سامحني في الكلمه نتمنى انه معناتها مستوى التعليم العالي يطور شويه ما عادش يبقى مثلا يقرا في دي كلاس يخرجوا يهبطوا سيلون سبيسياليتي صحيح لي انجينيور يهبطوا سور تيران ويتعاملوا مع الفلاح كما الفلاح ديما الخدمه سير تيران تخليك تكتسب اكثر تكتسب انا تثمن القرايه نتاعك ثمن القرايه نتاعك تكون بلو بروفيسيونيل صحيح وما انسان ما يكون ناجح كيما ان كوتش وي لا في سي ان كوتش فوالا لا في سي ان كوتش سي ان فري كوتش معناها اي رياليست اي ريال وما في حتى شيء وتقرب الافكار اللي قريتهم واحد كل شيء وتشوف شنو كيفاش معناها وتصير تصادم راهو خاطر تقول اللي قريته ما عادش نستعمله اليوم وتصير وانا سمعتها قداش مره وصارت حتى علي انا معناها انا جو سوي ايكونوميست ماركتور كي جيت في الوقت اللي تخرجت كي جيت هنا نلقى دوله سوفيتيه معناها اتحاد ما تنجم تطبق شيء فيها فما اربع عائلات شادين داير مازالوا لتو كبروا هما مي ما تنجمش تعمل دو ماركتينغ دو فري ماركتينغ معناها سون ريفليشير ا امور مسيسه برشا ومن غير ما ندخل في التفاصيل خاطر السياسه والدين حاجتين ما يلزمش تحكي فيها كي في اخر الحوار سي عمار حبيت نسالك تخمموش في فورماسيون تعملوها في جرجيس احنا جينا لزرجيس يظهر لي انت غطيت مجالات ومجال خاصة مجال الفروسية في ديما حاضرين بامتياز معنا بارك الله فيكم وبالحق احنا لقينا عندكم معنا تغطية وحكينا يظلي معاكم حتى والنوف مش واحد اللي معنا شنو البرامج اللي احنا كنا بريفويون بارابور الميدان هذايا متاع الفروسية ميدان ما نحبش ان كلمة مهمش خاطر مهمش ديما تحط العيب ولا الغلط على غيرنا فما وقت معين لازم نفهموا احنا وين غلطين ولا وين مقصرين سي تاسمون لا كون بو كومونسي نجمو نتمناو وننتظروا انه تصير حاجه اما اذا كان ديما نحطوا الغلط على الاخر وعلى الاخر والاخر معناها احنا مريقلين منظمين ما فينا ما يتبدل ونقعدوا نبكيو كالعاده من هذاك من هذاك من هذاك من هذاك ومن الدوله من 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 وقتري احنا يا تلمون تشوز اللي نجمو نعملوهم مع بعضنا ومثلاً في كونكت أجري عملنا اتفاقية مع جمعية بركلة اليوم هذه الجمعية من جمعيات اللي قناها معناها فريمون بيان أورغانيزي وعندها رؤية وكل شيء مثلا عملنا معها توأمة على أساس أنه عندنا رؤية أشمل من رؤيتهم خاطر تقعد ديما كالعادة مثلا في الجهة متاعهم هم ديجا ناجحين في بنكردان ناجحين وواحد كل شيء وعندهم يحضروا في مركز وفما انتظارات من جاي من وزاره الفلاحه مثلا اللي وعدوهم بهم وربي نجح وربي وصل بالسلم دونك احنا ولي زاكومباني ما يكفيش احنا ماذا بينا الفروسيه فما مجالات في الفروسيه كما كنا نحكيو في المجالات الاخرين مثلا عندهم مشكله نتاع العلفة عندهم مشكله نتاع البيطريه وهذا كل واحد معناه واحد عندهم مشكله نتاع السويق عندهم مشكله نتاع تعريف انه الجهه تكون هي الكابت خاطر فما الوجود والوجدانيه الاقليميه خاطر الجزائر تعمل في الفروسيه وليبيا تعمل في الفروسيه وحاسيلو
ما نجموش نقعدوا منغلقين على روحنا كزرزيس. وزرزيس عنده اللي لاحظت وانا واللي باللي لقيت ناس وعد كل شيء. زرزيس من تعرف اللي عنده من احسن المربين اللي مش نحكي معنا من احسن المربين كشنو اللي يعملوا عندهم نجاحات في السباقات معناها شيء كبير. شكون قاعد يحكي عليهم؟ هذا بيا عندكم زاد تاخذوا المشعل في الحكايه هذه وتقولوا وقت اللي معناها مش في المجال الفروسية بركة في المجالات النجاحات. في المجال الفروسية ديجا حكينا عليه راهو. ممكن انت ما تبعتش برشا لكن انا ما تبعتش برشا. اي عيب عليا ما يسالش. لا ما يسالش، حبيت فقط نمرن لك المعلومة. الوقت فيت فيه تعدى معاكم مدام سيمة وسي عمار. مدام سيمة في الختام شنو تحب كلمة الختام؟ تفضل. كلمة الختام رؤية كونكت هي رؤية بسيطة على الاخر وهي الواقع نتاع تونس. ليد في الليد قلناها قبل باش نجمو نبنيو بلادنا. فهمت؟ مش شعارات. ماكلتنا غلتنا وماكلتنا وخضرتنا ولبستنا نحنا اولى بها. يلزم تكون هذيك الهويه نتاعنا نحنا اللي نحنا فقدناها. وشباب كلمه وحيده، شباب تونس توا ما عادش نحب نسمع كلمه راني باش نخرج، راني باش نحرق، راني خاطر ما عاد الشباب يحب يبقى في تونس. كلمة حاولوا تعطيوا الأمل للشباب باش يكون موجود متواجد في ولاده في بلاده ويكون عنده الأمل. معلومة كلمة بسيطة واضح جدا. يعطيك الصحة سي عمار، كلمة الختام معك. سي توجور ان بليزير، ميرسي بوكو. افيك بليزير، بالعكس احنا فرحنا برشا بوجودكم معنا وان شاء الله ما يكونش اللقاء الأخير. ان شاء الله نعود نشوفكم معنا في أيامات قادمة. ربي يحيي خير وكل صدر رحب معنا. مرحبا بكم في البيت. يعطيك الصحة. أنت عدسيت ما قلتهاش. الله غالب فتتني. ليش سهلش. يعطيك الصحة على كل سي عمار ساسي نائب الرئيس الوطني لكونفدرالية المؤسسات والمواطنة مجمع فلاحي. كيف كانت معنا مدام سيمة اليوسفي رئيسة كونكت أجري في بيجا، حكينا معهم على برامج ورؤية الكونكت في المجال الفلاحي. عفوا وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم.